برئاسة معالي السيد أحمد بن سلمى المسلم رئيس مجلس النواب، عقد مجلس النواب صباح اليوم جلسته العادية الرابعة من دور الانعقاد السنوي الثالث من الفصل التشريعي السادس. وخلال الجلسة استعرض مجلس النواب الرسالة الواردة من مجلس الوزراء الموقر بخصوص تعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي، وقرر المجلس الموافقة على إحالة مشروع القانون إلى اللجان المختصة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص تعديل بعض الأحكام المتعلقة بقوانين الخدمة المدنية، حيث قرر المجلس الموافقة على إحالة مشروع القانون والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى. وتطرقت الجلسة إلى تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وقرر المجلس أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة والموافقة عليه في مجموعه وإحالته إلى مجلس الشورى. اليوم في جلسة النواب تم مناقشة قانون اللي يخص ديوان الخدمة المدنية بالنسبة حق قدمناه أنا والأخت زينب عن الأجانب اللي موجودين في الحكومة، ويكون إذا كان موجود الأجنبي في الحكومة يكون عنده شهادة الماجستير ويكون عنده الخبرة ما يقارب 10 سنوات. احنا اليوم نشوف في الحكومة في الوزارات الحكومية ما يقارب، يعني كانوا في السابق فوق 7000 والحين ما يقارب ويا 6000 أو أقل. يعني نتمنى احنا من حكومتنا الرشيدة أن يكون توظيف البحريني مكان الأجنبي. كانت جلسة مجلس النواب في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي السادس جاءت مليئة بجدول الأعمال والمواضيع المطروحة في الجدول، من ضمنها أو أهمها 3 مشاريع اللي جات من الحكومة اللي هي تقرير اللجنة التشريعية بخصوص قانون الخدمة المدنية من خلال التعاقد مع الغير بحرينيين في حالة الحاجة وفي حالة عدم توفر الوظيفة للبحريني، التعاقد لمدة 2 سنين قابلة للتجديد مرة واحدة. شرط المقترح أن يقوم هذا الغير بحريني بتدريب البحرينيين خلال هذه المدة. نناقش نقطة تطوير سوق المنامة. سوق المنامة طبعا من أقدم الأسواق في مملكة البحرين، لأن المعلم سياحي ويزورونها كثير من السواح، حبذا لو يكون هناك بعض الحرف مثل الفخار. فالحكومة طبعا طورت جزء الباب البحرين، لكن نتمنى توسعه على شارع الشيخ عبد الله، ويكون سوق وفي نفس الوقت معلم تراثي سياحي.